الثالث على التوالي قمنا اليوم بزيارة المراكز الامتحانية في مناطق الساحل الأيسر من مدينة الموصل. يستمر العمل بتنظيم عالي بجهود كبيرة من قسم الامتحانات وإدارات المراكز الامتحانية والمراقبين كذلك السادة المشرفين على المراكز. أيضا نشكر كل الداعمين من كافة الجهات الأمنية ودائرة كهرباء نينوى واتصالات نينوى في سبيل دعم هذه العملية الامتحانية، والله الموفق.